بسم الله الرحمن الرحيم. لازم الناس تعرف الموقع اللي فيه مصر. مصر بتحتل كموقع جغرافي الأول في مسار التجارة العالمية. الأول جغرافيا. لازم الناس تعرف إن مساحة العالم كله 70% مياه. بحار ومحيطات وأنهار. لازم الناس تعرف ان 90% من تبادل التجارة بين العالم وبعضه بيتم عن طريق المية. 90%. 90%. لازم الناس تعرف ان اما قناة السويس هذه القناة العبقرية الصناعية اللي عمرها 148 سنة. واللي احنا الاسبوع اللي فات كنا بنحتفل بستين سنة تحت الادارة المصرية. والنهاردة بنحتفل سنة على قناة السويس الجديدة أو المسمى اللي هي مسمى قناة السويس الجديدة. لازم تعرفي يعني إيه قناة السويس. لازم تعرفي قيمة قناة السويس. لازم الناس تعرف اللي أنتم ما بتتكلموا على قناة السويس بتتكلموا على واحدة من أهم النقاط القوة في الاقتصاد المصري اللي بتحقق موارد بالعملة الصعبة اللي احنا عندنا فيها دائما للاحتياج. فده اول رد ناس ان تقول لك اللي احنا نعدل الجنيه اللي احنا ناخد قناة السويس بالجنيه مش بالدولار. الكلام ده غير مظبوط.